من المستفيد ومن الخاسر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي ستتحسن بعض الأشياء كالتخلص من قيود قوانين الاتحاد وأعداد المهاجرين غير المحدودة ودفع الأموال للاتحاد التي تشمل أيضا مساعدة البلدان الأوروبية الغارقة في الديون. قرابة 5 مليارات يورو سنويا لن يتم تسديدها للاتحاد الأوروبي، بل ستنفق داخل بريطانيا، لكنه مبلغ يجب أن تسدده دول أخرى، وسيقع الجزء الأكبر على عاتق ألمانيا. البريطانيون سيخسرون بدورهم، فحتى عام 2020 بحسب تقديرات اتحاد الصناعة البريطاني ستنكمش قوة الاقتصاد بنحو 128 مليار يورو، لأن بريطانيا ستخسر فرصة الدخول غير المشروط لأهم أسواقها وهي الاتحاد الأوروبي. ستغادرها بعض الشركات كشركة نيسان لصناعة السيارات التي لن تتمكن من تزويد أوروبا دون قيود من داخل بريطانيا. خروج بريطانيا سيؤدي لفقدان نحو 1 مليون وظيفة. البنوك الدولية ستدير ظهرها لمدينة لندن. جولدمان ساكس أعلنت أنها ستتوجه إلى فرانكفورت. البنك يريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. أما لندن مقر إحدى أهم البورصات العالمية فستتعرض للانكماش. على بريطانيا إعادة توقيع 36 اتفاقية تجارية جديدة مع كل بلد أوروبي على حدة وعلى المستوى العالمي، وهذا سيستغرق وقتاً، وستصبح شريكاً تجارياً صغيراً بسكانها البالغ عددهم 65 مليوناً. الخروج يعني إعادة الجمارك، وسيصبح كل من الاستيراد والتصدير أغلى. ستخسر بريطانيا 3% من الدخل القومي الإجمالي، بينما ستخسر ألمانيا 0.3% من ناتجها القومي الإجمالي. فهل من رابح؟ ليس هناك رابح بحسب ما يقوله خبراء الاقتصاد. الاقتصاد البريطاني سيخسر، والاتحاد الأوروبي أيضاً، لأن بريطانيا شريك مهم يدعم قوة الاتحاد الأوروبي، كما أن بلدان أخرى قد تحذو حذو بريطانيا، وهكذا يتفكك الاتحاد الأوروبي.